مساء الخير. للأسف كثير من طلاب الجامعة ما يعرفوا حقوقه وما يهتم أنه يطلع عليها، لذلك حبيت أحصر لكم هذه الحقوق بما أننا في فترة اختبارات نهائية وراح تفيدكم كثير. أولاً، من حقك كطالب جامعي أن تكون أسئلة الاختبارات محصورة من محتويات المقرر الدراسي أو من ضمن الأسئلة اللي تمت مناقشتها وقت المحاضرة. يعني ما يحق للدكتور أو مدرس المقرر أن يجيب لك أسئلة غريبة وأجوبتها معاكسة. ثانياً، من حقك إذا كانت درجة اختبارك النهائي غير مقنعة لك أو مرضية أنك تطلب مراجعتها وتطلب إعادة تصحيح أوراق أجوبة الاختبار، وبعد ما يراجعونها وللحين أنت مو مقتنع من سلامة التصحيح، من حقك أنك تطلب تشكيل لجنة بالقسم وما يكون من بينهم مدرس المقرر، ووقتها يشوفون هل فعلا التصحيح كان سليم أو يعدلون درجتك. إذا سويت كل هذا وما اقتنعت يحق لك التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار. ثالثا، من حقك إذا غبت عن الاختبار النهائي وعندك عذر مقبول وشديد أنك تختبر اختبار بديل وما يعقدوا لك الموضوع. برضو شيء رابع، من حقك إذا أي جهة بالجامعة رفعت عليك قضية تأديبية أنك تدافع عن نفسك وتأكد أنه ما يحق لهم معاقبتك قبل ما يسمعون أقوالك وتبيرك. شيء الخامس، من حقك كطالب جامعي وإذا كنت متفوق أن تحصل على كافة الحوافز والمكافآت المادية الإضافية. من حقك بعد بالجامعة أنهم يسمحون لك أنك تحضر الدورات التدريبية المقامة بالجامعة والرحلات والأنشطة التطوعية. شيء السادس، من حق جميع الطلبة في الجامعة معاملتهم بسواسية دون تمييز أو عنصرية. سابعا، وهذا الشيء اللي نادر أحد يعرفه، من حقك أنت كطالب جامعي أنك تستفيد من مرافق وخدمات الجامعة مثل المكتبة والأجهزة الإلكترونية اللي فيها، الصالة الرياضية إذا فيه، الممشى إذا جوا في الجامعة. كل هذه الأشياء من حقك تستعملها.